كميدة عادي جبان خلاص طلع وينك وينك ما في قلنا وينك وينك والله غشاشين وين صك الحين انت تعال الجباب والله غشاشين افضل يوم قال الخير اشهد هذول اثنين غشاشين طلع الكمبيوتر طلع النوبس السلام عليكم انتم اخترتوا بروهالا واحنا بنلعب بروهالا لان هذه اللعبه اللي اخترتوها خلينا نشوف مين ملك المكتب في بروهالا انا ضد فهد الشيحه ضد نواف النغموش يلا شوف انا عندي خبره ترى لعبت اللعبه من قبل بس ما ادري اذا بفوز ولا لا انا وفهد عندنا الروح الله عندنا الروح انا اخذت واحد عند اللحيه مثل طب سو كان فير فهد يلا وش المرحله ذي ما صغيره شو اللي طق جرب حظك وش جرب حظك مربع الظاهر المثلث محمد خلصت خلصتي من وياك بدينا بالشغل هذا انا على كمبيوتر سنتين محمد طلع نار عليك ما عليك دبت ايه لحظه كم نقزه تقدر تنقز بالهواء اكس مرتين زي سماش بس بقره ام الخير في فرق بين البقره والثور هذا حق ابو فرحان ام الخير يا مرحبا وش رايك يا محمد ابو فرحان ها ابو فرحان استنى شويه يرجع ثاني مدري ايوه استنى شويه جانا ثاني يلا روح يا مرحبا محمد ترك مديري انت سجلت مالك عليك انا والله جاك الفاس يا فهد اوه جانا بقوس ذاك راح يسوي جبن يا بقره مين هذا يا اخي كم مره اقول لك مو بقره هذا طلعت واحد اهو فاز محمد يعني الحين الفايز ترى يعتبر كفو اقول لك الروح السلامه يا كريتوس كريتوس دقيقه محمد تاخذ الكمبيوتر افا ما عندي سلاح صار دم من ذا اللي ينادي كل شوي بالبوق ورا ذا الاستاذ ضايع تحت اللي ولا ذول في الخلفيه الخلفيه وانا قاعد اخذ ساعه زعلان ليش ورا جالسين يلا لا ارجع ارجع الله يخليك لا راح ام الخير دورك يبقرة تعالي هنا باللي يطلع ناس أكثر ولا اللي شو اسمه ولا اللي يبقى عندك ستوك عندك ستوك الظاهر أو أنت حول وأنا حول منك ما شاء الله علينا بس بتكلم عن نفسك يلا روح يلا والله أنا فايد مكتسحين أنا وأنت ها إيه جل صاحب الخبرة هنا قاعد تصور عمد قاعد تاش معك أول ستوك يروح يقول صاحب الخبرة ناظر الجيم ما علينا من الستوك علينا كم طلعت هي بستوكات هي أصلاً فهد قص علي ايش انا ما كنت شيء ساكت انا اقول لك باللي يبقى للاخير ولا اللي عنده اللي ثري كل واحد له ثلاث ثري لايفز انا والله ما قلت شيء لو كاشخ اول ستوك كلنا اول ستوك ترى ما بدك تكلم معنا انت بصراحه خلنا على ذا السوفا تعاونين عشان انا جديد كذا لا ما في لعبها قبلنا لا انا لازم افوز فكيف لازم افوز محمد مع السلامه بعد لا اول موت على كيفه فهد اول موسم إيه من جد على كيفه معي كنا ما في نظام ما في قوانين عليه فهد عليه خلصوا الصلح هذا عليه ها هذا اللي اخذته من تعاونك مع فهد يا محمد اي والله غدار فهد غدار شوف على طول والله لو اوريك على فهد يا نواف يلا تعال اثنينكم عادي هو يعرف انه فاشل بيخسر فقال خلني اطلع محمد شوف طاح قنبله جيبه عندي ما عليك جيبه عندي يلا اثنينكم عارف ما عندي مشكله اكل هذا بوجهك فعل ها ركيت محمد ترى لا بس قاعد تقول هذا قنبله بعد لك بوكس بوجهك كم وايد عادي جبان خلاص وينك وينك ما في قلنا وينك وينك والله غشاشين وانتك الحين قتال الجباب والله غشاشين افضل يوم قال الخير اشهد هذول اثنين غشاشين طلع الكمبيوتر طلع النوبس كلهم جلدتكم الجوله الاولى هذه في جولات لسه اوه مت انا يا حبيب يلا خلينا نشوف الحين يلا نشوف من يقدر طبعا شلون يقدر ما في الاثنين خلاص لازم هو انا محمد تعال نواف هو كان اكثر لا الحين تبي تتعاون قبل شيء يطلعني ها اقول له نتعاون يطلعني ما حلو ما طلعك لازم اطلعك اصلا حلو شلون تتعاون تطلعني كذا يا محمد اوه في سلاح هنا تعال يلا جات في وقت المفروض حطينا وقت صراحه يلا انا لازم ادخل بعد الاكسين ما في شيء زياده اول جوله اكس ما في شيء فوق كذا لا خلاص بس اذا نسكت الجدار
اذا سماش يضرب على فوق إيه لا ما في ما في اذا تمسكت في الجدار يمديك تنقز مرتين زياده بس لازم تمسك الجدار ولا شيء الحمد لله انا شخص استفدت من غلاطي ماني متعاون مع كبد متعاون مع الكمبيوتر لا 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 تقتل الكمبيوتر هطب معليش ما في انا بدي ما يفيد حتى لو ضربته يعني اللي يبقى في الاخير هو الفايز ضربنا بعض بنفس الوقت ها ستوك هي يعني اي ستوك افا تغيرت حركاته الحين لا لا انك ياخذ سلاح يمكن لا غيرت انا السكن حقه وتغيرت حركاته لا والله يمكن ترى يمكن ما يطلق نار لا اي شكل محمد يمديك تضغط ريكفري اكس مثلث الظاهر ايه مسوي اكس مثلث يطير لك بزياده كذا هذه اللي اتكلم عنها ما يعلمنا الحركات ذي عدريت عنها تو انا اكس مثلث اكس مثلث اكس مثلث اضغط اكس بعدين مثلث يسوي زي الريكفري على فوق ايوه هو جتني النار اوكي لان ما كان عندي سلاح قلت لك بالسلاح تغير ودع مدري مين انا طاح فهد من يوميك نياشه ذبحه نياشه والله نياشة بتفلت ترى رجل خلينا نياشة من نياشة؟ نواف لا لا الكمبيوتر انا طرت طيارة غبية شوف شوف فهد سيد محمد ثلاث سكات اي على محمد يا بارع محمد نياشة معك تعال تبيني اوه يا اخي نياشة يزعلك فهد انت نكبة يقول لك يقول ايه ثم يضربك ما قلت ايه متى قلت سمعتني قلت ايه متى قلت يلا على محمد ما قلت لا قلت لك نياشة عند السك ابدا ما قلت يلا على محمد طيب مو مشكلة بيع على محمد يا بارع محمد بيع على محمد يا بارع محمد بيع على محمد يا بارع محمد طبعا طبعا حاط حيلك فيني لان المتصدر ها متصدر لا تكلمني ايه لا يا وسخ يا ووشن ووشن بس يا مو بقرا انت حقت هورايزن حقت هورايزن ماسكر علويه ودع فهد دبل كيو وشلون دبل كيو اوت اثنين شوتين ايه حبيبي تبين حبيبي انا ملك سماش في الغرفه العظيمه ها هذا اللقب بيروح منك قريب شيرة اللقب هذا بيروح منك قريب ناس كثير قالوا كثير قبلك ارقامي طيب الناس هذول غيري وانا غير الحين وتعرف بايش بفوز عليك بشجره فينجر عرفته بس عرفنا عليك بس بسيط امرك قالوها غيرك بسيط امرك يا حبيبي انا احط الشجره قدامك وخليك تجيها لا لا انا اجيبك من ورا الشجره كذا فور خلص الوقت حقنا فزت انا فزت لا طلع طلع لا خلاص فزت هو الزمان عشان الوقت مين مو بوقت او ما في وقت مو شوف دمج دان 680 شوف انت قاعد تضرب كمبيوتر سحب علينا ضربت حتى دمج تيكن خلاص فاز ولا ما فاز انت خلاص لا تدور العذر انا اقول العذر انا جهزوا تصريفاتكم للجيم الجاي ما في تصريف جهزوها فهد اللي يدور التصريفات التنين الاصفر مسكين قالوا لي شيء انا ما قلت يلا ما ينفع لك ولا رجعت بقرة ما ينفع لك ولا ترى ممكن نجرب هذه اذا جريت هول المفروض الاثنين راندوم ياخذونك يعطونك جريت هول صح طيب الحين انا فزت جوله محمد فاز جوله اذا اللي يفوز الجوله اللي بعدها خلاص اتوقع يعني انت فزت واحدة انا فزت واحدة اذا انا فزت خلاص انتهى واذا انا فزت برضو خلاص اذا فاز اذا فاز اذا فاز فهد نوقف لعب ما يحتاج لا خلاص ما تصير خلاص اهو والله ما معي شيء ملاحظ قاعد طق بقوس وش سلاح اخذت البوق من الشوي ايش السلاح الخايس البوق يطلع شيء من فوق هذا فهد علينا بنواف بعدين احنا نقارن فايز اوكي كذا النظام يعني رجعت ما تعلمت من المره الاولى يعني ايش ما تعلمت فهد تعلم الحين لا طحت انا لا يا فهد لا شفت الجبان خليه ينفعك قاعد العب ما في اسمه جبان خلاص طب اوكي اوكي انا ما بغير ولاءاتي الحين ما عندك ولاء محمد ولاءك مفقع اه ايش قصدك يعني ما نواف انت اي واحد بس سجل اتفاق على الثور اللي ذبح فهد تو حلو كفو خلنا طلع من البدايه طب السهام ذا بلشني محمد استقعد لي ايه طلعك خلاص عشان اضمن ان الجيم ما يتمدد لا فهد تحسن لا زبط ها بس فهد تحسنت متأخر أدابتيشن حقك ضعيف لا يو أوه ما مت شلون جبتني في الهواء بجيبك أنا من كمبيوتر يا الحيوان كمبيوتر فزع عليك واخذت كمبيوتر فهد الحين موجود رجع بس يسد ندس الحين ولا شلون ما أدري والله حسب النقاط ولا كيف توقع فهد متى خلصنا عشان يس دبريكر اساسا من ذا دبريكر الحين اوف على طول من ضربه واحده تموت
انت بلين والله لا والله انا بالكمبيوتر نفر لسه ارجع خذ قنبله محمد يفوز استاذ كمبيوتر غبي اوكي شلون طيب لا لحظه نقاط اعلى يفوز انا اكثر واحد نقاط لا نقاط اعلى ما تنفع لا انت فوز لي هذا اكثر نقاط كل شيء حتى الثالث يا عمي على اي اساس فوز من قالك شو انا الثاني شوف انا كيوز اكثر ذبحت انا احسن واكثر نقاط شلون انت الثاني انا يا اخي تفهم اكثر من اللعبه اللعبه ما تخلى لا ما في تقديرا لك ولمجهودك وتطورك في اللعب نلعب جيم لا جيم اخي انا شو اسوي اذا فزت الحين نلعب جيم فاصل فاصل لا اعتبر فزت خلاص انا ما عمرك فزت انت في اي جيم انت فزت لا على كيفك على كيفك كمبيوتر فاز انا طلعت سكند انا طلعت سكند لا لا خلاص كمبيوتر فاز خلاص الحين كمبيوتر فاز فاصله مع الكمبيوتر واذا الكمبيوتر فاز يعتبر فاز الكمبيوتر فاز علينا خلاص نوقف نصفق له ايه بعدين قطولي سلاح قطولي سلاح يا سلام يا سلام الله الفوز اوف مش صار هذه مال امها قيمه الاستدعاء حقهم ما تلعب شيء بعد اي انه نواف هايط علينا وانا ترى اعرف لها وما ادري ايش طلع زلابه في اللعبه صح ولا مشكله كذا فخرتها ما في استل جيم اول جيم هو اللي يعتبر اصلا ليش اذا شو اسمه انا ضربتهم الاثنين راجع لا جاي تضربني تقول خليني قاعد سلاح يجي فهد ترى نواف ما طلعبت اشوف هي طيب هي على طول كذا انا محمد انا يلا تعاون على نواف نظام سيء نظام سيء ودع استنى خله بعد لسه لا خلاص في اللي تو لا بس زي ما صرت فين ايش السخا مشكلتك ما تعرف تلعب ما لا 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 صار هذا تلعب هذه انت جلدتكم انا بعد تعاونتوا ضدي خلنا نشوف ما تعرف تلعب ترى هي لعبه سياسيه لا والله هاي زي ريزيستنس انت سباي والله انا قاعد اقاتل مسكين بدون سلاح يا ربي ابي سلاح بس بعدين تفاهم خليك جيل لا الوقت انا اللي فزت خلاص اذا الجوله تنتهي يا شباب والفنان دائما يبان انا قلت من البدايه فوز النوب هذا غش غش من البدايه انا قاعد فوز النوب شوف شوف حتى شوف الدمج دان 679 شلون النوب شوف ماني فاهم شيء بس اقل واحد دمج 291 كيف نوب بالعكس اللي انضرب اكثر هو الاحسن لانه كان يواجه الاعداء صح بعد مبروك مبروك نواف الله يبارك فيك تعرف بطل المكتب شوف شوف انت كنت زلابه طول الجيم بس انا فهد عشان كلمتك اللي في البدايه لما قلت انا اعرف العب وكذا ما حبينا نفشلك العذر قام يطلع يعطيكم العافيه على المتابعه هذه كانت بروهالا تبون بروهالا مره ثانيه اكتبوا لنا في التعليقات تبون لعبه ثانيه برضو اقترحوها علينا مع السلامه